يتميز عن كل مسلسلات العام بأن غالبية عناصره كانت من طلبة وخريجي المعهد العالي للفنون المسرحية. كان من أهم أسرار نجاحه هو النص المبدع الذي ألفه الكاتب المتميز أديب المعهد العالي للفنون المسرحية، والتي من أهم أعماله مع سبق الإصرار حكاية حياة ضد مجهول ولد غلابة امرأة في وردة. رحبوا معايا بالمؤلف الكبير الأستاذ أيمن سلامة. يعد المخرج هو قائد العمل. يعد المخرج هو قائد العمل، والذي يستطيع بموهبته أن يضع كل العناصر المميزة في أبهى صورها الفنية. مخرج هذا العمل خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، من أهم أعماله ليالي وخطوط حمراء عائلة الحاج نعمان. رحبوا معايا بالمخرج الكبير أحمد شفيق. وقدمت أعمال مميزة وناجحة جدا في السينما والتلفزيون والمسرح. أهم أعمالها في السينما المصير، الفرح، هروب اضطراري، وحرب كرموز، وفي المسرح سكر هانم وأهلا رمضان، وفي التلفزيون حكاية حياة، بين السرايات، البرنس، كلبش، مع سبق الإصرار، وأخيرا بنت السلطان. رحبوا معايا بالنجمة الكبيرة روجينا. مساء الخير، سلام عليكم. يعني أنا اللهم لك ألف حمد وألف شكر، اتكرمت كتير على مشواري الطويل، بس التكريم ده تكريم غالي عزيز، تكريم مهم قوي 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 في حياتي. مهما قلت لكم أنا سعيدة قد إيه، ومهما قلت لكم رجلي بتترعش قد إيه، مع إن أنا وقفت على المسرح كتير، بس أنا هنا تكريم البيت، هنا الأصل، هنا الأساس، هنا الحب، هنا حلمت على الخشبة دي، حلمت ان انا في يوم من الايام هبقى ممثلة مهمة، هبقى ممثلة شاطرة ومجتهدة. وانا داخلة من باب المعهد لقيت الذكريات كلها قدامي، وانا بقدم في المعهد وانا بمتحن، والطريق قد ايه صعب، بس كنت دايما واثقة في موهبتي، واثقة في ان ربنا ما بيضيعش تعب حد. انا اتخرجت من المعهد من سنين طويله، مش عايزه اقول لكم انا دفعت سنه كام. بس بعمل اول بطوله مطلقه ليا السنه دي، فعايزه اقول لكم حاجه مهمه، كل واحد قد حلمه. هتحلموا صحيح الطريق هيبقى صعب، هتبقى فيه مشاكل كتيره قوي، هتبقى فيه انكسارات اكتر، بس لو انتوا واثقين في موهبتكم واثقين في دراستكم، عمر ده ما هيخذلكم ابدا.
الحمد لله. يعني لما قررنا نعمل مسلسل بنت السلطان كان ربنا كرمني ان انا اول تجربة ليه يبقى معايا اخواتي، يعني ايمن سلامة واحمد شفيق، دول رفقاء الرحلة. قابلتهم من اول دقيقة دخلت وانا بقدم المعهد في المعهد، وعشنا ذكريات وعشنا احلام طويلة، والحمد لله الحمد لله احلامنا اتحققت، صحيح بعد عمر طويل بس اتحققت. فيعني واحنا من اول دقيقة واحنا بنعمل المسلسل اتفقنا او كان عهد بينا، يمكن احمد وايمن ياكدوا الكلام اللي انا بقوله ده، قلت له احنا عايزين كل المعهد، كل الطلبة، كل الخريجين، لان دول اكفأ ناس واحق ناس وهم اللي يستحقوا. وبعدين يعني دي تجربة معهدية، يعني المؤلف خريج معهد فنون مسرحية، المخرج خريج معهد فنون مسرحية، الممثلة خريجة معهد، فلازم. والحقيقة احنا كان معانا كل الادوار، كل الادوار، احمد شفيق وايمن سلام اختاروا كل الناس من المعهد، يمكن اسمين ثلاثة بس هم اللي ما كانوش معانا. فالنهاردة تكريم المعهد تكريم كبير قوي قوي، ويعني اعتراف البيت الكبير قوي 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 ده اللي دخلت وانا عيلة صغيرة قد كده، بيقول لي احسنتي اجتهدي كمان وربنا هيكرمك اكتر. فانا بشكركم قوي. وبشكركم على استقبالكم الحلو ده. شكرا شكرا شكرا.